مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد في محكمة استئناف في الملف الشهير لعدد كبير من المغاربة كيتبعوا القصة ديالو، موضوع التهامي بناني. مشاهدينا الكرام، اليوم الجلسة الأولى اللي بطبيعة الحال تيتقدموا فيها السادة المحامون ديال المتهم في إطار الدفعات الشكلية، وكيبقى الحق الثاني اللي كيمثلوا الحق المدني بطبيعة الحال في الجلسة المقبلة. أولا الكلمة ديال السيد الرئيس اللي أعطى إشارات قوية في الملف، فيها شعار الوضوح والشفافية، والهدف الأسمى في الموضوع هو تبيان الحقيقة. السيد الرئيس كان صريحا في جلسة علنية أمام العموم أمام السادة المحامون، كما صرح في الأخير أن القاضي ممكن أن يصيب وممكن أن يخطأ بطبيعة الحال. الدور للجميع في المساهمة العدالة باش تحقق بطبيعة الحال. معايا الأستاذ علي زيان اللي هو المحامي ديال تهامي، اللي هو الدفاع ديال تهامي بناني، اللي بطبيعة الحال رفقة الأستاذ زين خيار غنشوف معاه الأطوار ديال الجلسة. أستاذ، الأريحية كانت رغم أنه الدفاع ديال المعتقلين كان شيئا ما مناقشة شبه شرسة بيناتكم في إطار القانون، كيفاش كتشوف الأمور؟ لا، ما كانت لا شراسة لا والو، الأمور كانت عادية. ربما انتم كيبان لكم هادشي، حنا المحامين راه واحد الجسم خاص، انت كندابزو في المحاكمه ما كتلقانا في القهوه كنتقهوى والناس ما كتبغاش تفهم هادشي، وخاصك تدخل المهنه وتفهمو واحد العالم خاص. ما كنبقاو في اطار الملف خصومه في اطار بحال في كره القدم، الدراري كيلعبوا الماتش وفي الاخر كتلقاو معانقين كيبدلوا كيتبادلوا المايوات وصافي. حنا كنديروا خدمه، حنا ماشي اطراف، حنا نؤازرون ونمثلوا الاطراف فقط. لا كانت الامور دازت بحال اللي قلتي، مساله الشراسه هي على سبيل المزح، وهي في حد ذاتها موضوع، لان كتناقشوا جوهر الموضوع. الا كان ممكن استاذي الفاضل ندخلوا للجوهر، كيفاش شفتي الملف بحكم اول جلسه؟ كان المره الاولى اللي حضرتي استاذي الفاضل، تيبقى لك الحق للاطلاع بحيثيه القضيه من جميع الجوانب. اليوم بعد انك اكتشفتي الملف من جميع الجوانب، شفتي الدفعات الشكليه الاولى ديال الدفاع الخصم، كيفاش كتشوف الامور في الاطار القانوني؟ الاطار القانوني الدفع الشكليه ديال دفاع المتهم باقي ما سالات، باقي عندهم الجلسه الجايه وباقي دفعات طوال وغادي نتعمقوا فيهم. انا ما كنعلمش بالغيب، باقي ما عرفتش غادي يقولوا حتى يعطيونا ما لهم من اطروحه، وحنا غادي نجاوبوا عليها هذيك الساعه. يمكن نتكلم معك قانونيا. كاين دابا واحد النقطه اللي كتر هي الجثه كاينه ما كايناش. درت واحد الخبره اللي بينت بان الجثه في الاخر الجثه ديال السيده ماشي الجثه ديال الرجل، وبالتالي يمكنش يكون التهم بناني. ولكن كاين شي اجراءات دارت في المسطره اللي كتاكد بان الجثه اللي تعثر عليها من طرف الدرك الملكيه الجثه ديال دكر، وهذيك اللي كنقلبوا عليها بعدا تلقاوها ونديروا عليها الخبره عاد نشوفوا. كاينه ملاحظه اخرى، انه الدفاع الذي يؤازرك بطبيعه المحاميه اللي معك استاذ زين بخيار تطالب بواحد التقرير ديال الدرك، اعتقد في محضر يمكن ديال 98، ما رايك في هذا الموضوع استاذ؟ لا، هي تقدمات بملتمس ديالها باش انهم يضموا المحضر 98 للمسطره، والمحكمه اجابت. راه كاين واحد المحضر تما 98، انا باقي ما طلعتش عليه، نطلع عليه ومن بعد ديك الساعه نتقدموا بالملتمسات الضروريه على ضوء المحتوى ديالو. نعم، التنسيق ديالك انت والاستاذه كذلك في الملتمس ديالكم طلبتوا شهود لهم دور جوهري كتعتبروه في الموضوع، رغم ان الدفاع الخصم تيقول لا جدوى من ذلك. الهدف ديالكم الاسمى من هاد الشهود والسيد؟ لا، هادو الشهود اذا بغيتي غادي يكملوا التصريحات ديال المصرحين اللي كانوا في اللي كاينين في المسطره. لكن المحكمه راه هي قررت بارجاع البث، لان حتى على ضوء المناقشه عاد غادي يتبنى واش كاينه الضروره ان نجيبوا هاد الشهود هذا أو لا غادي تستغنى عنهم، على حسب المناقشة، لأن كل شيء غادي يبدا في المناقشة. دونك في المناقشة غادي يبان لنا واش الاستدعاء ديال الشهود غيكون فيه غيفيد المسطرة، وحنا إذا تبين لنا راه غادي نركزوا على هذه النقطة.
واذا ما تبينش راه المحكمه غتاخذ القرار وهي سيده القرار. كنتمنوا لكم التوفيق استاذي في هذه المهمه الصعبه، ملف شائك ملف صعيب. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا تنوي الراي العام اكثر في الموضوع، كلمات ورسائل دقيقه من رئيس الهيئه للراي العام بشكل كبير بانه غادي يمشي الملف بدقه وسوف يستمع لجميع الاطراف وكل من له صله بالملف لحكم عادل، وهذا هو ما نهدف اليه. مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا الموضوع مع الام حياه، تبعوا معايا.